الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنكمل محاضرتنا في شابتر 3، وحنتحدث عن الإلكترون arrangements within atoms، اللي هو التوزيع الإلكتروني داخل الذرات. طبعا احنا عارفين انه الذرة بتتكون من نواة في المنتصف بنسميها النيوكليوس، وحول النواة في فضاء سبيس كبير. هذا السبيس اللي هي عبارة عن region او specific region within the extra nuclear portion of the atom. هذا الفراغ الهائل الموجود حول الذرة بتكون موجود في الإلكترونات. هذه الإلكترونات تدور حول النواة في مسارات ثابتة، بنطلق عليها اسم الشيلد والصب شيلد والأوربيتلز. أول شيء طبعا الشيلد اللي هو الغلاف، واللي هو الغلاف الفرعي أو الأغلف الرئيسية والأغلف الفرعية والمدارات. أما بالنسبة للأغلفة الأساسية الإلكترون شيلز، اللي هي الإلكترونات الموجودة في الأغلفة الأساسية، طبعا الغلاف الأساسي هذا هو عبارة عن منطقة من الفضاء حول النواة تحتوي على عدد معين من الإلكترونات إلها تقريبا نفس الطاقة وبقول تقريبا وليس متساويا، إلها تقريبا نفس الطاقة، وبتقضي معظم وقتها حول النواة على مسافة ثابتة منها. طبعا هذا هو الغلاف الموجود. إذا بنقول an electron shell is a region of space about a nucleus that contains electrons that have approximately the same energy and that spend most of their time approximately the same distance from the nucleus. إذن في تعريفنا هذا في نقاط مهمة جدا. النقاط المهمة إنه الصب شيلد هو عبارة عن region of space. النقطة الثانية انها الها approximately the same energy. النقطة الثالثة انه spend most of their time approximately the same distance from the nucleus. طبعا الشيلز هذه اللي هي الاغلفة الرئيسية بتاخد numbers 1, 2, 3 and so on. بنعطيها ارقام صحيحة 1, 2, 3, 4, 5 and 6 إلى آخره. الإلكترونات بتكون موجودة في هذه الأغلفة وفي هذه الشيلز، والطاقة الإلكترونات بتزيد بزيادة هذه الأغلفة. يعني الغلاف الثاني بيكون في طاقة الإلكترونات أعلى من الغلاف الأول، الثالث أعلى من الغلاف الثاني وهكذا. إذا كلما ابتعدنا من النواة تزداد طاقة هذه الإلكترونات في الأغلفة. عشان هيك بنقول electron energy increase، يعني طاقة الإلكترونات بتزيد as the distance of the electron shell from the nucleus increases. يعني كلما زادت المسافة بعدا عن النواة تزيد طاقة الإلكترونات. وهذا اللي بيبين لنا انه الشل الاول number 1 has maximum amount of energy that an electron can have. The maximum number of electrons that an electron shell can accommodate varies. The higher the shell number n، طبعا احنا بنعطي اللي هو الرقم الغلاف بنقول عنه n، يعني n تأخذ ارقام متعددة 1, 2, 3, 4 and so on وهكذا. الان لما احنا طبعا انت بشوف انه انا بامشي عن الكيميكال
كونكشنز اللي هي طبعا معلومات ممكن انت تستفيد منها ويعني معلومات جيدة لكن ليست موضع الامتحان اللي بتلاقيها زي هيك. اذا بنقول the lowest energy shell ال n بتساوي في واحد, في عدد من الالكترونات هذا الشل بيساوي 2, يعني الماكسيمم الكترون لهذا الشل بيحتوي على 2 الكترونز. الشل رقم سكند ثيرد اند فورد بيحتوي على عدد من الالكترونات 18 and 32 الكترونز اللي بتكتبها على التتابع, وبتخضع للقاعدة العامة 2N سكوير, بتخضع للقاعدة العامة اللي هي عدد الإلكترونات اللي بتملأ في هذه الأغرفة بيخضع للفورمولا 2N سكوير 2N سكوير حيث N number of shell. إذا لما أجي أقول 2N سكوير لو جيت للغلاف الأول N رقمه 1 اذا هقول 1 سكوير هو 1 مضروب في 2 اذا 2 في 1 ب 2 اذا عدد الالكترونات في الغلاف الاول بيساوي 2. لما نكون ان بيساوي 2 اذا هقول هكتب بدل ان هنا اعوض عنها ب 2 رقم 2 اقول 2 مرفوع للقوة 2 اذا 2 اس 2 بيساوي 4, 4 في 2 8 اذا عدد الالكترونات الأقصى عدد الإلكترونات في الغلاف رقم 2 8 إلكترونات زي ما انت شايف. الآن أيضا لو احنا خدنا الغلاف الثالث بدل إن عوض 3 3 أس 2 بيساوي 9, 9 في 2 هاي 18 إيش إلكترون بيعطيني 18 إلكترون. والغلاف الرابع 4 أس 2 ب 16, 16 في 2 هاي بيعطيني 2 32 الكترون, بعطين 32 الكترون. هكذا بتم تطبيق هذه الفورمولا حتى نحصل على اقصى عدد للالكترونات في الشل. طبعا الشل الرئيسي بنقسم الى سب شيلز اللي هو الاغلفه الفرعيه, بنقسم الى الاغلفه الفرعيه. اذا هذه الاغلفه الفرعيه ايضا تحتوي على الالكترونات, هذه الاغلفه الفرعيه بتحتوي على الالكترونات. اذا هذه الاغلفة الفرعية بتكون ضمن الغلاف الاساسي, يعني الغلاف الاساسي بيتضمن مجموعة من الاغلفة الفرعية, والاغلفة الفرعية هذه بتتضمن مجموعة من الاوربيتالز او المدارات, الاوربيتالز او المدارات. واحنا ممكن نشبه هذا الكلام بعمارة كبيرة اللي هي عبارة عن الشيلز وداخلها طوابق, كل طابق اللي هو احنا بنعتبره صب شل, والطابق الواحد موجود فيه شقق هذا بنعتبرها عبارة عن اللي هي الاوربيتلز, عبارة عن الاوربيتلز. اذا ما هو الصب شل؟ اذا الصب شل هو عبارة ايضا عن منطقة من الفضاء بتحتوي على الكترونات إلها نفس الطاقة, بتحتوي على إلكترونات إلها نفس الطاقة. إذا المدارات الفرعية هذه عبارة عن أيضا منطقة من الفضاء اللي بتحتوي عدد من إلكترونات, هذه الإلكترونات إلها نفس الطاقة, هذه الإلكترونات إلها نفس الطاقة. طبعا إحنا هنقول إنه الصب شيلز هذه هنعطيها أرقام designated using the letters, هنعطيها letters حروف معينة, هذه الحروف اللي هو عبارة عن الاس والبي والدي والاف, عبارة عن الاس والبي والدي والاف. اذا الاس والبي والدي والاف هي عبارة عن sub shell, وكل sub shell بيختلف عن الثاني. في sub shell اس اكبر منه sub shell بي والاكبر منه دي والاكبر منه الاكبرهم اللي هو الاف, وكل واحد بيتسع لعدد من الالكترونات. فمثلا الصب شيل اس اقصى عدد من الالكترونات بيقدر يستوعبها 2 الكترون, عشان هيك بنقول اس 2, اذا اقصى عدد الالكترونات اللي هو 2. الصب شيل بي ايضا بيتضمن عدد من الالكترونات, أقصى عدد من الإلكترونات 6.
السب شيلد دي اقصى عدد من الكترونات له 10 والاف اقصى عدد من الكترونات له 14. اللترز هذه اجت من خلال اللي هو التسميه بتاعتنا. الاس هو عباره عن الشارب، اخذنا منه حرف الاس. برينسيبل اللي هو اخذنا منه حرف البي، اخذنا منه حرف البي. وكذلك الدي اخذنا منه الديفيوز او ديفيوز اخذنا من الدي. والفاندامنتال اللي هو اخذنا منه اختصار الاف. اذا الحروف اللي كان الموجودة عندك الاس والبي والدي والاف ماخوذة من الكلمات شارب، برينسيبل، ديفيوز اند فاندامنتال. طبعا كل واحد انا زي ما قلت لك الان له ايش قدره قصوى على استيعاب الالكترونات. الاول عدد استيعاب الالكترونات بيساوي 2، الثاني 6، الثالث 10، الرابع اللي هو الاف 14. وهذه نفسها الاس والبي والدي والاف، هذه المدار هذه نفسها بتنقسم الى اوربيتلز. الى اوربيتلز مثلا في الاس فيش الا واحد فقط اللي هو الاس. البي بينقسم الى 3 اوربتس اللي هو كل اوربت يعني بيحتوي على اقصى عدد من الالكترونات اللي هو 2. الدي طبعا في 10، 10 على 2 بيعطينا 5، اذا 5 اوربيتلز. والاف اللي هو 14 على 2 لانه اقصى عدد للاوربت بيحتوي على 2 الكترون، اذا 14 على 2 7، اذا الاف بيحتوي على 7 اوربيتلز او 7 مدارات، بيحتوي على 7 مدارات. الكلام هذا حنلاحظ انه بيكون واضح جدا عندنا في الدياجرامز اللي هو موجود عندك. انت حتلاحظ في الدياجرام الموجود عندك هنا او الفيجر 3.7 اللي موجود عندك هنا، حتلاقي الشيل الاول، الشيل 2، الشيل 3، الشيل 4، شيل نمبر 1، شيل نمبر 2، شيل نمبر 3، شيل نمبر 4. حتلاحظ انه عدد السب شيل هو نفسه عدد او رقم الشيل، هو رقم الشيل. عدد الصب شيل مثلا 2، رقم الشيل 2، عدد الصب شيل هنا 3 اللي هو رقم الشيل 3، هنا عدد الصب شيل 4، هنا الرقم ايش 4. اذا معنى عدد الصب شيلز بياخذوا رقم الغلاف نفسه، بياخذوا رقم الغلاف نفسه. الصب شيل الاول بيحتوي على 1s فقط، وال 1s زي ما قلت لك بيحتوي على 2 الكترون. الشيل 2 بيحتوي على الاس والبي، بيحتوي على الاس والبي. الاس يحتوي على 2 الكترون والبي يحتوي على 6 الكترونات، اذا 2 و6 هي 8 زي ما قلنا لك في القاعده 2n سكوير. الشيل 3 بيحتوي على 3 صب شيلز. الشيل الاول بيحتوي 3s، طبعا كل صب شيل هياخد رقم الشيل بتاعه، كل صب شيل هياخد رقم الشيل بتاعه اللي هو هنا شيل 3، هنقول 3s 3b 3d. الاولاني بيحتوي على 2 الكترون، الثاني محتوي على 6، الثالث محتوي على 10، عددهم يساوي 18 الكترون. الشيل 4 بيحتوي على 4 صب شيلز وبرضه بياخدوا نفس الرقم بتاع الشيل اللي هو 4s و 4b و 4d و 4f، وهنا هيحتوي على 2 و 6 و 10 و 14، اي يحتوي على 32 الكترون زي ما انت شايف حسب القاعدة الاساسية. طبعا كل صب شيل محتوي على اوردرز، محتوي على اوربيتلز. كل اوربيتل له شكل مختص به، الاس اوربيتل والبي اوربيتل والدي اوربيتل والاف اوربيتلز. لاحظ ان الاس اوربيتل ماخذ شكل السفير او شكل الكرة، ومن هنا جاي سفيريكال، كلمة سفيريكال اي دائري. ايضا تلاقي البي اوربيتال بيحتوي على 2 لوبس زي ما انت شايف، هاي اللوب الاول وهي اللوب الثاني، 2 لوبس.
الدي بيحتوي على 4 لوبس، على 4 لوبس، والاف بيحتوي على اللي هو 8 لوبس، عبارة عن مكعب، يعني الحواف او الكورنرز بتاعت المكعب موجود فيها كل كورنر منها، يعني يعتبر انه هنا السنتر بتاع المكعب، وبكل كورنر اللي هو بيتواصل معاه او في نفس الكورنرز موجود فيه لوب، اذا فيه هنا اللي هو 8 من اللوبس في الاف اوربيتال. وكل ما زدنا طبعا بزيد التعقيد اللي هي الاوربيتالز الموجوده. الالكترون اوربيتالز، الالكترونات الموجوده في الاوربيتالز الان الكترون اوربيتالز از ا ريجن برضو اوف سبيس وذ ان الكترون سب شيل وير ان الكترون وذ سبيسيفيك انرجي از موست لايكلي تو بي فاوند. اذا برضو نفس العمليه، هي الالكترونات الموجودة في المدارات هي عبارة عن منطقة من الفضاء تحتوي على الالكترونات تاعت الصب شيل، وهذه الالكترونات لها طاقة محددة موجودة لكل الكترون. زين طبعا احنا ما قلنا انه الماكسيمم اوف الكترونز لكل اوربيتال اللي هو 2 الكترونز، يعني لا يزيد عن 2 الكترون، ممكن يقل عن 2 الكترون لكن لا يزيد عن 2 الكترون، عشان هيك قلنا الاس صب شيل في 2 الكترونز لانه في اوربيتال واحد، والبي في عندي اللي هو 3 اوربيتالز وكل اوربيتال بيحتوي على 2 الكترون، اذا موجود فيه 3 اوربيتالز. الدي بيحتوي 10 الكترونات وفي 5 اوربيتالز، وكذلك الاف بيحتوي على 14 الكترون ويحتوي على 7 اوربيتال، يحتوي على 7 اوربيتالز، عشان لما نيجي نرسم نبين كيف الاوربيتالز كيف الالكترونات بتخش في هذه الاوربيتالز. طبعا الان انت لما تيجي تشوف الاوربيتالز اللي لها ذا سيم او فيها ذا سيم سب شيل which have the same shape، لها نفس الشيب، differ mainly in orientation، فقط بتختلف في عملية التوجيه، توجيه بتاع الالكترونات تختلف في التوجيه تاع الالكترونات. For example the 3 2b orbitals extend out from the nucleus at 90 angles to one another 90 angles to one another، وبتاخد اللي هو الx والy والz axis، يعني بتاخد الابعاد زي ما انت شايف المتجهات هذه الx والواي والزد اكس واي زد، وبتلاقي انه مثلا هذا بتكلم عن مثلا بي اوربيتال، مره بتلاقي طبعا الزد يعني الاوربيتال زاد موجود في اتجاه الزد، او الاوربيتال موجود في اتجاه الواي، او الاوربيتال موجود في اتجاه الاكس. اذا الاكس والواي والزد، هنا في الاكس وهنا في الواي وهنا في الزد، اذا هيكون اللي هو الاوربيتالز هذه زي ما انت شايف في اوربيتالز ويذن الصب شيل ديفر مينلي ان اورينتيشن، بس بتختلف في الاورينتيشن، الالكترونات الموجوده هنا بتختلف في الاورينتيشن عمليه التوجيه. ذا 3 بي اوربيتالز ويذن بي صب شيل لاي along ذا اكس واي اند زد اكسس اوف كارتيزيان او اللي هو كوردينيت سيمبل او سيستم عفوا. إذا لاحظ الآن إنه هذه الإلكترونات موجودة بشكلها المبسط في الدياجرام الآن عندك، اللي هو شيل صب شيل أوربيتال إنتر ريليشنز، اللي هو العلاقة ما بين الشيل والصب شيل والأوربيتال، العلاقة بين الثلاثة هذول، حنشوف إيش العلاقة اللي بتربط ما بين الثلاثة الموجودين عندنا. الآن لو إحنا قلنا الشيلز، الشيل الأول 2 3 4 شيلز اللي هي المدارات أو الأغلفة الأساسية، بعدين أغلفة الفرعية اللي هو عبارة عن الاس والبي والدي والاف،
والاوربيتالز اللي هي كل واحد من الاس بينقسم لقديش والبي بينقسم لقديش، كل واحد كم بينقسم. طبعا نيجي للاول نلاقي انه الشيلز الاول بيحتوي على واحد صب شيل وبيحتوي على واحد اوربيتالز، اذا هذا بيحتوي على 2 الكترون فقط. الشيلز 2 بيحتوي على صب شيلز 2s و2b. الاوربيتالز بتاعتنا هتكون الاس طبعا مش هينقسم لانه الاس لا ينقسم الى اوربيتالز اخرى، اذا في اوربيتال واحد الصب شيل اس. البي في 3 من الصب شيل وبياخدوا نفس الرقم، كل الرقم الاساسي الرئيسي هنا كل هنا بياخدوا نفس الرقم الرئيسي اللي هو 2s 2b 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 وهكذا. نيجي للشيل 3 ايضا في الاس والبي والدي وبياخدوا نفس الرقم، هنا الشيلز 3 اذا 3s 3b 3d. ال 3s برضو في اوربيتال واحد 3s و 3b في 3 اوربيتالز 3b 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 و 3d في 5 اوربيتالز زي ما انت شايف 3d الى اخره. اما الشيل 4 بيحتوي على الاس والبي والدي والاف اللي صب شيلز هذه الموجوده زي ما انت شايف، وكل صب شيل بينقسم الى اوربيتالز، هنا واحد هنا ثلاثه هنا خمسه هنا سبعه من اللي هو الاوربيتالز اللي انت شايفها، وكل واحد بيحتوي على 2. هنا مثلا عدد اقصى عدد من الالكترونات في الاس 2، هنا 2 في 3 ب 6، هنا 2 في 5 ب 10، هنا 2 في 7 ب 14 الكترون اللي هو اقصى عدد من الالكترونات في اللي هو الصب شيل اف. طبعا هنا طلع انه الصب شيلز شيل يساوي الشيل نمبر، الصب شيل بياخد الشيل نمبر، هاي الشيل نمبر، هاي الصب شيل واحد الشيل نمبر بياخد واحد، هنا اثنين هنا بياخد اثنين وهكذا. الصب شيلز الاوربيتال يزيد ان الصب شيل depends on the shell type. في عندي الاوربيتالز الاول بيحتوي على واحد بيحتوي على اس، وهنا بيحتوي على 3b وهنا 4 وهنا 7f. الكترونز ودن الان اوربيتالز طبعا كل اوربيتال من هذه الاوربيتالز بتحتوي اقصى عدد من الالكترونات 2 من الالكترونات. طبعا لما احنا نيجي نتكلم عن العلاقه ما بين الالكترون كونفيجوريشن والاوربيتال دياجرامز اللي هو التوزيع الالكتروني والمخطط للمداري او مخطط المدارات، كيف نعمل تخطيط المدارات، لازم عشان نعمل هذه الدراسة لازم نعرف حاجات اساسية ومهمة. اذا في عندي ثلاث امور اساسية. There are many orbitals above the nucleus of an atom. طبعا في طبعا احنا عارفين انه في مجموعة من الاوربيتالز حول ذرة حول نواة الذرة. Electrons do not occupy these orbitals in random. يعني طبعا بتكون بشكل منتظم موجودة الالكترونات في هذه الاوربيتالز، بتكون موجودة بشكل منتظم. وبتشغل كل اوربيتال بيشغله عدد من الالكترونات 2 وممكن يكون واحد او ممكن يكون فارغ. اذا ممكن الاوربيتال هذا يكون فارغ او يكون بيحتوي على الكترون او يكون بيحتوي اقصى ما يمكن على 2 الكترونز. وفي عندي اذا ثلاثه رولز الان there are three rules or quite simple for assigning electrons to various shells, subshells and orbitals. إذن الثلاث قواعد الموجودة، أول قاعدة بتقول إنه الإلكترونز electron subshells are filled in order of increasing energy. إذن الإلكترونات بتملأ في subshell وفقا للزيادة في الطاقة تاعت subshell نفسه. إذن subshell كل subshell زي ما قلت لك بيزيد في كل صب شيل بيزيد في الطاقة عن الصب شيل الآخر، يعني البي صب شيل بي الطاقة تاعته أعلى من الاس والدي أعلى من البي والاف أعلى من الدي وهكذا.
اذا الالكترونات تملا حسب الطاقه. اذا اول ما بتملا بتملا في الاس، بعدين تبدا تملا في البي، بعدين تبدا تملا في الدي، بعدين تبدا تملا في الاف، ما عدا بعض الاستثناءات اللي هنتحدث عليها ان شاء الله تعالى. اثنين، انه الالكترونز انرجي كيوباي، الكترونز كيوباي، هذا الالكترونز كيوباي اللي هي الالكترونات اللي بتشغل الاوربيتال of a subshell that each orbital requires one electron before any orbital requires a second electron. وبعدين بنقول all electrons such singly occupied orbitals must have the same spin. طبعا هذا كمان نقطة مهمة جدا، انه احنا بنقول انه هذه الالكترونات، طبعا احنا قلنا في البداية انه الالكترونات تملى حسب في الصب شيلز حسب الانكريزنج انرجي. الشيء الثاني انه هذه الالكترونات بتملى في الاوربيتلز، اول شيء بتملى منفردة، يعني بتبدأ تملى الكترون، كل الكترون واحد 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 بشكل منفرد. بعد هيك بتبدأ ايش الالكترونات بتزيد، بتبدأ تتزاوج مع الالكترونات السابقة. والقاعدة الثالثة بتقول no more than two electrons may exist in a given orbital and then only if they have opposite spins. يعني ما فيش أكثر من اثنين إلكترون بيملوا في الأوربيتال الواحد، والاثنين لازم يكونوا في اتجاهين متعاكسين opposite spins، يعني يكون لهم حركة مغزلية متضادة لبعضهم البعض. هذا الكلام طبعا الآن حنشوف إن شاء الله كيف في الدياجرامز لما نيجي نتكلم عليه بمشيئة الله. لكن الآن حنتكلم عن subshell energy order. اطلع على الدياجرام اللي هو الدياجرام الموجود عندك هنا او الفيجر 3.10. The order of filling of various electron subshells is shown on the right hand side of this diagram above the 3B subshells, subshells of differentials overlap. خذ الاول يعني الان الاول الاس، الاس زي ما انت شايف انه الطاقة بتاعته اقل شيء، لانه الطاقة هي بتزيد في اتجاه السهم، يعني كلما ارتفعنا الى اعلى بتزيد الطاقة. اذا في ال 1S الطاقة اقل ما يمكن، بعدين بيجي ال 2S الطاقة اعلى شوية، بعدين الصب شيل بي اللي هو الطاقة بتاعته اعلى من الاس، بعدين لاحظ انه الصب شيل دي الطاقة تاعته اعلى من البي، والاف الطاقة تاعته اعلى من الدي، اللي هنا الاف طبعا اعلى من الدي. لكن هتلاحظ انه القاعدة ماشي بشكل نظامي، لكن في اوفرلابنج بحصل بين بعض المستويات الطاقة. فمثلا حصل شيل اوفرلاب ما بين الفور اس والثري دي، يعني الفور اس لقيناه بالرغم انه الفور اس بيخضع عليه المستوى 4، لكن الفور اس هذا في الطاقة تاعته اقل من الثري دي، عشان هيك الالكترونات بتبدأ تملأ في الفور اس قبل ما تملأ في الثري دي. وهذا الكلام ايضا نفسه الاوفرلامينج موجود في او التداخل هذا موجود ما بين الفايف اس والفور دي، اي ان الالكترونات في المستوى الخامس بتبدأ تملأ في الفايف اس قبل ما تملأ في الفور دي، قبل ما تملأ في الفور دي بالرغم من الاس اعلى من الفايف اعلى من الفور، لكن الطاقة تاعت الاس هنا الفايف اس اقل من الطاقة تاعت الفور دي، ولذلك تبدأ تملأ الالكترونات في الفايف اس قبل ما تبدأ تملأ في الفور دي، حسب اللي هو مستويات الطاقة والتداخل في مستويات الطاقة. اذا التداخل في مستويات الطاقة هنا حصل في اللي هو الفور اس والثري دي، وحصل في الفايف اس والفور دي. طبعا طبعا هذا الكلام هو الكلام اللي انا شرحته الان، وكلام بسيط جدا ما فيش فيه اي مشكلة. الان بدنا نشوف رايتنج الكترون كونفيجريشن اند اوربيتال دياجرامز، بدنا نبين كيف التوزيع الالكتروني وعلاقته بالمخطط المداري.
بنقول an electron configuration is a statement of how many electrons an atom has in each of its electron subshells. إذن الإلكترون كونفيجوريشن أو توزيع الإلكتروني اللي هو بيبين إنه كيف إحنا بنوزع الإلكترونات الذرة في كل من اللي هو الصبشل تاعت هذه الإلكترونات كيف بنوزعها. إحنا لو أخذنا مثال على ذلك خلينا نأخذ مثال ونيجي نشرح هذا المثال. طبعا إنه مثلا زي ما قلت لك الإس لازم يأخذ قبله اللي هو رقم الشيل بتاعه اللي هو لما نقول 1S معناه انه الاس هذا موجود في الشيل في الغلاف رقم واحد. لما نقول 2S معناه الاس موجود في الغلاف رقم اثنين. لما نقول 2B معناه البي موجود في الغلاف رقم اثنين ايضا. اذا الان ده electron configuration التوزيع الالكتروني of نيتروجين مثلا عنصر النيتروجين. عنصر النيتروجين بيحتوي على 7 الكترونات. اذا انا بدي اوزعها حقول 1s2 2s2 2b3. اذا عدد الالكترونات زي ما انت شايف 2 4 و3 هي 7 الكترونات. اذا هيك احنا عملنا التوزيع الالكتروني للي هو اللي هو للعنصر النيتروجين. إذن الأوربيتال ديجرام is a notation that shows how many electrons an atom has in each of its occupied electron orbitals. يعني ببين يعني أو الأوربيتال ديجرام ببين كيف إحنا ممكن إنه نوزع العديد من هذه الإلكترونات الذرة واللي بتشغل الأوربيتالز. زي ما انت شايف هذا الشكل اسمه الدياجرام. هذا هو الدياجرام المربع اللي احنا بنشوفه هذا اسمه الدياجرام. اذا الالكترونات بتتوزع في الدياجرام معينة هذا بنسميه الاوربيتال دياجرام. اذا المربع هذا الاوربيتال دياجرام. الاوربيتال دياجرام زي ما انت شايف مثلا بالنسبة للنيتروجين ارسم الاوربيتال دياجرام بتاعه. هذا هو التوزيع الالكتروني. هذا الاوربيتال دياجرام بتاعه الاولاني 1s2 هاي المربع الاول اخذ 2 الكترون كل واحد سبين ان اوبوزيت دايركشن كل واحد بيتجه في اتجاه معاكس للاخر. هاي الاول بيمشي في اتجاه الثاني بيمشي في الاتجاه المعاكس. الـ2s ايضا ممتلئ بالالكترونات كل واحد ايضا الكترون بيصير في اتجاه وهذا بيصير في الاتجاه المعاكس. البي انه في فقط 3 الكترونات وهو في 3 اوربيتالز. اذا الـ3 لازم يكون في اتجاه واحد. الـ3 الاول ما بننشر الـ3 بننشرهن بشكل منفرد وبننشرهن بشكل ايش ايضا في نفس الاتجاه. اذا ما اجيش اقول انه الـ3 الكترونات احط 2 الكترون هنا واحط الكترون هنا وهذا يكون فاضي. لا باول شيء بعمل ايه بعمل ان انا بوزع هذه الالكترونات بشكل منفرد ثم اذا زاد عدد الالكترونات مرة ثانية بأبدأ أزاوج بين هذه الإلكترونات حتى تمتلئ الأوربيتالز. لكن في حالة النيتروجين موجود فقط 3 إلكترونات هذه الإلكترونات موزعة على 3 أوربيتالز كل واحد في أوربيتال لحاله وكلهن عملات في اتجاه واحد كلهن ماشيات في الاتجاه واحد. كيف إذن أنا ممكن أعمل التوزيع الإلكتروني زي ما أنت شايف في الفيجر 3.11. الفيجر اللي أنت شايفه هذا اللي هو عبارة عن إحنا أخذنا أول شيء 1S 2S 3S 4S 5 6 7S أخذنا 7S وبعدين أبدأ من البي البي 2B 3B إلى آخره لما أصل 7B وبعدين 3D لانه الدي موجود في الشيل رقم 3 لازم يبدا من نقطه 3 3D 4D 5D 6D بعدين الاف 4F و5F وبعدين لما ابدا اشوف كيف بدك توزع الالكترونات ابدا املى في 1S وبعدين امشي مع الاتجاه السهم 2S وبعدين مع اتجاه السهم 2B 3S بعدين في اتجاه السهم 3B 4S بعدين امشي مع اتجاه السهم
4S بعدين يجي 3D. هنا زي ما قلتك تداخل في الطاقة، اذا يملأ هنا في الـ4S قبل الـ3D، يملأ في الـ4S قبل الـ3D بالرغم انه الغلاف رقم 4 اعلى من الغلاف رقم 3، لكن الطاقة تاعت الـS في الغلاف رقم 4 اقل من الطاقة تاعت الـ3D، ولذلك يملأ في الـ4S قبل ما يملأ في الـ3D. بعدين 4B، بعدين 5S، الـ5S يجي قبل الـ4D، وبعدين يملأ في الـ5B، وبعدين في الـ6S يملأ في قبل في الـ4F، في الـ4F، وبعدين الـ7S يبدأ يملأ في قبل الـ5F. لاحظ انه الارقام هنا انه الفرق هنا ما بين الـ4 والـ3 هو الفرق بينهم واحد. تعال لا الـ5 والـ4 اللي هي التداخل الفرق بينهم قديش ايضا واحد، لكن من الـ6S والـ4F اذا الفرق ما بين التداخل بين هنا وهنا الفرق بينهم اثنين، الاربعة والاثنين اربعة ستة والاربعة الفرق بينهم اثنين، وبعدين الـ7S والـ5F برضو الفرق بينهم اثنين، ما بين السبعة والخمسة الفرق بينهم اثنين. اذا كل انت ما اتجهت في مستويات الطاقة الاعلى بيصير الفرق في الاغلفة بيزيد عن اللي هو اللي قبله، اللي قبله كان الفرق بين الاغلفة واحد، الان الفرق بين الاغلفة اثنين. تعال ايضا ناخد التوزيع الالكتروني للهيدروجين، الهيدروجين الاتوميك نمبر تاعه بيساوي واحد، لما اجي اوزعه فيش الا الكترون واحد، اذا انا حقول 1s1 هذا هو الالكترون اليتيم الوحيد الموجود في الاس. الهيليوم في 2 الكترون، اذا بدي اجي اوزعه اقول 1s2، اذا في نفس الاس بوجود 2 الكترون وكل واحد بيمشي في الاتجاه المعاكس تاع الثاني، وهذا الهيليوم ايضا ممتلئ وهو الوحيد في المجموعه النوبل جازز اللي بيمتلئ باثنين الكترون حتى يصل الى حالة الاستقرار، هو الوحيد اللي بينتهي باثنين الكترون. اما كل العناصر بعد هيك اللي هي عناصر الغازات النبيلة او الغازات الخاملة بتحتوي على 8 الكترونات في الغلاف الاخير بتاعها، ما عدا زي ما قلتك الهيليوم اللي هو الغلاف الاخير يمتلئ بـ2 الكترون فقط وموجودين في الاس. تعال الليثيوم فيه 3 الكترونات، هي 3 الكترونات، 3 الكترونات توزع كالتالي 1s2 2s1، يملأ في الاس اولا وبعدين يملأ في الـ1s وبعدين في الـ2s. البريليوم يحتوي على 4 الكترونات، 1s2 2s2 زي ما انت شايف. الان البورون 5 الكترونات، اذا الان الـ1s2 2s2 الان امتلأ، اذا حيدخل الالكترون الخامس في الـ2b وهو الوحيد الموجود في الـ2b. اذا لو اجى الكترون اخر في عنصر الكربون حيملأ في اللي هو الـ2b2، ولما يجي في النيتروجين العنصر اللي بعد منه حيملأ في اللي هو 2b3، هي 3 الكترونات. بعدين يجي الاكسجين اللي هو 8، العدد الالكترونات هيبدا الالكترون اللي زايد عن السبعه اللي هان هيبدا يتزاوج مع احد الالكترونات المنفرده في 2b. بعدين هيجي الفلور اللي هو 7 الكترونات، برضو هيملا في برضو في البي ويزاوج في الخانه رقم 2، وهيجي بعدين النيون اللي هو فيه 10 الكترونات وهيجي يملا تماما اللي هو 2b. عشان هيك لاحظ انه هنا النيون كل البي والاس ممتلئين تماما، عشان هيك قلنا عنه هذا غاز خامل اللي هو مور ستيبل، يعني هذه الغازات خاملة او شديدة الاستقرار، شديدة الاستقرار لانه الغلاف الاخير بتاعها ممتلئ، الغلاف الاخير بتاعها ممتلئ. وطبعا احنا قلنا عشان انه يحصل اي استقرار للعنصر، العنصر اما يكون فارغ تماما للمدار بتاعه او هاف فيلد، اما امبتي او هاف فيلد او كومبليتلي فيلد، اما ان يكون فارغ او يكون نصف ممتلئ او يكون ممتلئ تماما حتى يصل الى حالة الاستقرار، حتى يصل الى حالة الاستقرار.
الآن نرجع مثلا للصوديوم. الصوديوم في 11 إلكترون، يعني بعد النيون بيجي الصوديوم. الصوديوم يحتوي على 11 إلكترون. طب الإلكترون ال11 هذا، طب ما هذا البي امتلأ، إذا الإلكترون ال11 وين حيجي؟ حيجي الإلكترون 11 في الإس، في 3S، حيجي في 3S. إذا هنقول 3S1 الآن خلينا احنا نعمل ايش؟ التوزيع الالكتروني للسترانشيوم وللليد اللي هذا له 38 و82. التوزيع الالكتروني طبعا حترجع على الدياجرامز على التفصيل اللي احنا قبل شوية بينا لك اياه، وحتيجي انت ايش يعني تستعمله، يعني هذا طبعا حتبدأ انت تستخدمه في كيفية كيف انت ممكن هتيجي تشرح توزع الالكترون، توزيع الالكترون حسب الفيجر هذا، وتبدا ان توزع في ال 38 الكترون. هنا التوزيع هيكون بالنقطه هذه 38 الكترون زي ما انت شايف. هاي عند ال 30 الكترون، 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d10 3d10. بعدين 8 more electrons are needed. بعدين حيبدا يوزع في بعدين 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d10 4B6 5S2. اذا الان زي ما انت شايف هنا الاس والبي ممتلئين، بيجي بعدهم الـ4S و3D برضو ممتلئين، لانه الاس بياخد 2 الكترون والدي بياخد 10 الكترونات. بعدين يجي بعدهم البي برضو بياخد 2-6 الكترونات، والاس بياخد 2 الكترون. انت لو تيجي تجمع عدد الالكترونات الموجودين هنا هو عبارة عن 2 بلس 2 بلس 6 بلس 2 بلس 6 بلس 2 بلس 10 بلس 6 بلس 2 ايكوال 38. اذا هاي عدد الالكترونات اللي هو 38، وهيك احنا عملنا التوزيع الالكتروني لعنصر السترانشيوم. ونيجي لعنصر الاخر الليد مثلا، برضو هنعمل توزيع الكتروني بنفس الطريقة بتاعتنا، اللي هو طبعا حسب الدياجرام اللي احنا ورينا لك اياه قبل شوية. تيجي حسب الترتيب توزع الالكترونات فيه بالطريقة السابقة. الان هنشوف 3.8 electronic bases for the periodic law and the periodic table، يعني القواعد الالكترونية للقانون الدوري وللجدول الدوري، القانون الدوري والجدول الدوري. طبعا سنوات ماضية، العديد من السنوات الماضية احنا كنا بنفهم ان الجدول الدوري مرتب ترتيبا تصاعديا حسب الاتوميك نمبر بتاعه، لكن ما كناش احنا يعني عارفين يعني العلاقة ما بينه وبين التوزيع الالكتروني. بعد ما حديثا طبعا تم اللي هو وضع دراسة للقواعد الالكترونية في التوزيع، بدأنا نفهم انه هناك في انسجام كامل ما بين التوزيع الالكتروني وما بين اللي هو جدولة الجدول الدوري حسب الاتوميك نمبر بتاعه، حسب الاتوميك نمبر بتاعه. اذا الان حنيجي تشوف مثلا الالكترونيك كونفيجوريشن اند ذا بيريديك لو للعنصر. مثلا لاحظ المجموعة الاولى طبعا كنا بنقول انه كل دورة من الدورات تبدأ تتكرر في الدورة الثانية والدورة الثالثة، وهذا التكرار
في النهاية حينتج لنا مجموعة من العناصر موجودين في كولوم واحد اللي احنا سميناه المجموعة، وهذا الكولوم يحتوي على عناصر متشابهة في خواصها الكيميائية، متشابهة في الخواص الكيميائية، هذا حسب التوزيع، حسب اللي هو الترتيب الدوري للعناصر في الجدول الدوري وفقا للأتوميك نمبر، وفقا للأتوميك نمبر الرقم الذري. وشفنا انه مع كل دورة تنتهي وتبدأ دورة تانية نلاحظ انه العناصر اللي بتيجي في نفس الدورة بتتكرر في نفس الدورة تحت بعض، ان سميناها اللي هي عناصر المجموعة الواحدة، زي عناصر المجموعة الاولى، عناصر المجموعة الثانية، عناصر المجموعة الثالثة وهكذا. وكل عناصر مجموعة بتتشابه كيمياء في خواصها الكيميائية، لكن لما نجينا عملنا التوزيع الالكتروني عرفنا ليش هي بتتشابه في الخواص الكيميائية، وخاصة واحنا فاهمين انه التفاعل الكيميائي زي ما اخذنا من قبل انه التفاعل الكيميائي بيتم ما بين الالكترونات في المستوى الاخير للتكافؤ. إذن الالكترونات الموجودة في المستوى الاخير للتكافؤ دائما هي هذه الالكترونات التي تحدد اللي هو التفاعل الكيميائي ما بين العناصر. إذن يعني التكافؤ او العناصر ذات التكافؤات ذات التكافؤات المختلفة او المتشابهة اللي تتفاعل مع بعض بنلاقي انه بتعتمد على الالكترون في المستوى الاخير. مثلا الكيميكال بروبرتيز ريبيتد ذيم سيلفز ان ايريجولار مانر امونج ذا اليمنتس بيكوز الكترون كونفيجريشن ريبيت ذيم سيلفز ان ايريجولار مانر among the elements. اذا هو بيقول لك هنا انه الخواص الكيميائيه بتكرر نفسها بشكل منتظم ما بين العناصر بسبب انه التوزيع الالكتروني ايضا هو بيكرر نفسه بنفس الطريقه المنتظمه ما بين هذه العناصر. عشان هيك لما احنا ناخذ افراد المجموعه جروب 1، جروب 1، جروب 1 موجود فيه الليثيوم صوديوم بوتاسيوم اللي هو اند روبيديوم. إذن هذه المجموعة الأولى موجود فيها العناصر الموجودة الصوديوم الليثيوم صوديوم بوتاسيوم وروبيديوم. لاحظ إنه كل الأفراد المجموعة هذه في النهاية بينتهي في الS1، بينتهي في الS1. عشان هيك وأنا قلت إنه التفاعل بيعتمد على الإلكترون في الغلاف الأخير أو إلكترون التكافؤ، لأنه هذا الإلكترون اللي هو موجود في الإس اسمه إلكترون التكافؤ، هو اللي بيحدد نشاط العنصر وهو اللي بيحدد طريقة تفاعل العنصر. إذا لاحظ أنه في الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم كلها بتحتوي في مستواها الأخير على واحد إلكترون موجود في الإس، بغض النظر عن اللي هو رقم الغلاف، يعني رقم الغلاف الثاني الثالث الرابع الخامس، لكن كلها متفقة بالS1 S1 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 S1، وهذا هو اللي بيحدد ايش اللي هو الخواص الكيميكال رياكشنز بتاعت العنصر. اذا عشان هيك فهمنا ليش الخواص هذه بتتشابه ما بين افراد المجموعة الواحدة، عشان هيك التفاعل الكيميائي لافراد المجموعة الواحدة بنلاقيه متشابه بسبب انه الالكترون الموجود في المستوى الاخير اللي هو مستوى التكافؤ متشابه في هذه العناصر ذات المجموعة الواحدة. لو جينا ناخذ المجموعة السابعة مثلا اللي هي 7A موجود فيها طبعا إبرو فلورين وكلورين والبرومين والأيودين، كلها أيضا بتنتهي ب S2B5 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 وهكذا S2B5. إذا هذا ولاحظ طبعا هذول موجودين في مستوى 1 2 2 وهنا 3 3 4 4 5 5. إذا معنى ذلك أنه كلهن زي ما أنت شايف الدوائر هذه الموجودة عليهم بتدل على انه الالكترونات الموجودة في الغلاف الاخير، هذا اسمه غلاف التكافؤ. ليش؟ لان 2 و 5 7 اذا التكافؤ تاع الفلور وتاع مجموعة الهالوجينات الكلور والبروم واليود اللي هو موجود في الغلاف الاخير موجود فيه 7 الكترونات موجود هي الكترونات التكافؤ وهي متشابهة مع بعض، ولذلك خواص المجموعة هذه كلها متشابهة اللي هي مجموعة الهالوجينات. طبعا الان كمان التوزيع الالكتروني له اهميه كبيره جدا في عمليه تفصيل الجدول الدوري،
ويعني احنا نضع مخطط للجدول الدوري حسب اللي هو الاس والبي والدي والاف. الكولوم الاول والكولوم الثاني، العمود الاول والعمود الثاني، المجموعة الاولى والمجموعة الثانية، الاثنين بيحتووا على الاس، بيحتووا على الاس، عشان هيك تقولنا هذه المجموعة الاولى والمجموعة الثانية سميناها الاس بلوك اليمنتس الاس اريا. المجموعة البي اللي هي ال 3 وال 4 وال 5 وال 6 وال 7 وال 8 بتحتوي على البي اريا، لانه الالكترونات بتعبي في البي بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 بي 6 اللي هو اقصى عدد للالكترونات في البي، طبعا هي 6 اللي هي موجودة في مجموعة الغازات الخاملة. اذا هذا سميناها البي اريا او بسميها البي بلوك اليمنتس، بي بلوك. اذا هذا الاس بلوك اليمنتس وهذا البي بلوك اليمنتس، وهنا في 10 كولومز زي ما انت شايف. ال10 كولومز هذه، ال10 كولومز هنا 6 كولومز، هنا 10 كولومز، ال10 كولومز. طبعا ما تنساش هنا نيجي لان نشوف الوحيد اللي موجود باللون الاحمر انه زي الهان، ليش؟ لانه التوزيع الالكتروني موجود في الاس بس، وهو الوحيد الهيليوم اللي بيحتوي على اللي هو الاس اوربيتال، لكن باقي المستويات بتحتوي على البي والدي، واذا تحتوي على البي اوربيتال، باقي المستويات تحتوي على البي اوربيتال. بعدين هنا المجموعه الانتقاليه اللي هي 10 كولومز زي ما انت شايف، وطبعا في دي 10، اذا هنا الدي 1 الى دي 10 بيملا اقصى حد في الدي 10، وهذا بسميها الدي اريا او دي بلوك اليمنتس. واخيرا اللي هو الاكتينايد والاكتينايدز اللي هي موجود فيها 14 كولوم، وال14 كولوم وفقا للاف من 1 الى 14، وبسميها الاف بلوك اليمنتس، بسميها الاف بلوك اليمنتس. اذا هيك احنا يعني قسمنا الجدول الدوري وفقا للتوزيع الالكتروني اللي هو الاس بلوك اليمنتس والبي بلوك اليمنتس والدي بلوك اليمنتس والاف بلوك اليمنتس حسب التوزيع، حسب الالكترون كونفيجريشن لهذه العناصر. اذا الالكترون كونفيجريشن اند ذا بيريودك تيبل اللي هي طبعا هذه التقسيم اللي احنا شفناها الان. في حاجة طبعا بتخلي العناصر انها تتميز عن بعضها البعض وتعطيني صفات مختلفة عن بعض البعض، والبيميز هذه العملية اللي هو الالكترون الاخير في التوزيع الالكتروني للعناصر، وبسمي هذا الالكترون distinguishing electron اللي هو الالكترون التميز او الالكترون الذي يميز العناصر عن بعض. ما هو هذا الالكترون اللي هو distinguishing electron؟ بنقول is the last electron، هو الالكترون الاخير، is the last electron added to the electron configuration for an element when electron subshells are filled in order of increasing energy. اذا هو عبارة عن الالكترون الاخير الذي يضاف في التوزيع الالكتروني للعنصر عندما يكون الصبشل ممتلئ، عندما يكون اللي هو المدارات الفرعية ممتلئة وفقا للزيادة في الطاقة، وفقا للزيادة في الطاقة. إذن الإلكترون الأخير الذي يضاف في التوزيع الإلكتروني اللي هو يعتبر عن إلكترون التكافؤ هو الذي يميز العنصر عن العنصر الآخر، يعني يميز العنصر عن العنصر الآخر في التفاعلات الكيميائية، في التفاعلات بتاعته. وعلى هذا الأساس بدأنا إحنا نوزع، طبعا كل هذا الكلام عنها يعني كل الكلام اللي شايفه هذا هو عبارة عن الكلام اللي إحنا شرحناه الآن، وبالنسبة لكل من الاس والبي والدي والاف وقديش كل واحد موجود في عدد من الكولومز. لما قلنا الاس موجود فيه 2 كولومز والبي موجود فيه 6 كولومز والدي 10 والاف 14 كولومز وهكذا. طبعا الان في شيء مهم اللي هو classification of the elements اللي هو تقسيم العناصر. بتتقسم العناصر وفقا لطريقتين اساسيتين، هو في اكثر من طريقتين لكن انا طبعا معتمد الطريقتين، بتكلم عن طريقتين، وفي التقسيم في الجدول حيعتمد على ثلاث طرق، طريقة اخذناها من قبل والطريقتين الان حنشرحهم. اذا بنقول the elements
can be classified in several ways. ممكن احنا نقسم الاليمنتس بطرق مختلفة. الان the two most common classification system are اول تقسيمة اللي هو system based on selected physical properties of the elements اللي هو اما يكون الصفات الفيزيائية تاعته metals or non-metals. اذا هذه اول تقسيمة. اذا نحن قسمنا الجدول الدوري وفقا للي هو الصفات الفيزيائية تاعته physical properties بتاعته اللي هو metals و non-metals, اما metals او non-metals. اذا احنا قسمناه وفقا للmetals و non-metals. اذا هذه اول تقسيمة احنا قسمناها للجدول الدوري. التقسيم الثاني وفقا للالكترون كونفيجوريشن, توزيع وفقا للتوزيع الالكتروني الالكترون كونفيجوريشن. وهذا بيخلينا ان نوصف العناصر بانها في عند نوبل غاز, وفي عندي ريبريزنتيتيف, وفي عندي ترانزيشن ميتلز, وفي عندي الانر ترانزيشن ميتلز. اذا طبعا حيجي واحد يسال يقول لي النوبل غاز, طب ما احنا مرينا عليه وقلنا هذا الكلام, قلنا هذه عباره عن النوبل غاز, وهذه عباره الاريا اللي هان البي غير النوبل غاز, والاس بنسميها ريبريزنتيف اليمنتس, والدي بنسميها الترانزيشن اليمنتس, والاف بنسميها الانر ترانزيشن اليمنتس. هي الاربعه اللي قسمنا اياهم في هذا التقسيم اللي هنا, هم الأربعة الموجودين هنا: نوبل غاز, ريبريزنتيتيف, والترانزيشن, والان ترانزيشن اليمنتس. طبعا كل واحد هيجي هو يشرحها ويقول لك ايش هي النوبل غازز, ايش هي العناصر الانتقالية. واحنا طبعا هيك قبل هيك تعرضنا إلها, قلنا العناصر الانتقالية هي العناصر الموجودة في اقصى يمين الجدول الدوري, في الكولوم الموجود في اقصى يمين الجدول الدوري. وهذه العناصر all gases at room temperature إلها طبعا have little tendency to form chemical compounds. إذا إلها الصفات الأول صفات من صفات الغاز نوبل غاز إليمنتس اللي هي تعتبر غاز في درجة حرارة الغرفة. هذه نقطة. النقطة الثانية بتكون إلها تفاعلات محدودة لتكوين مركبات كيميائية with one exceptions the distinguish electron for a noble gas completes the B orbitals. إذا كلها بتملأ في البي سب شيل ما عدا الاكسبشنز تاعنا اللي هو الهيليوم اللي هو بيملأ في الاس اوربيتال. إذا كلها بتملأ في البي سب شيل ما عدا الهيليوم اللي بيبدأ بيملأ في الاس سبشل, الاس سبشل اللي هو بيملأ الهيليوم في الاس سبشل 1s2. الريبريزنتيتيف اليمنتس اللي هي العناصر الموجوده هان, هايها هنا هاي النوبل غاز زي ما انت شايف, هنا المجموعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه, كل هذه بسموها ريبريزنتيتيف اليمنتس. ريبريزنتيتيف اليمنتس سموها ريبريزنتيتيف اليمنتس. الان في عندك كمان المجموعه اللي في الوسط بنسميها المجموعه الانتقاليه ترانزيشن اليمنتس, والمجموعه الاخيره اللي هو الانر ترانزيشن اليمنتس المجموعه الانتقاليه الداخليه. اذا ايش تعريف ريبريزنتيتيف اليمنتس؟ البريزنتيف اليمنتس هي عباره عن الاليمنتس الموجوده في الاريا الاس والفايف كولومز تاعت البي في الجدول الدوري. وهذا طبعا تتميز انها بكون لها بارشلي اور كومبليتلي فيلد للاس, اما بتكون بتملى في الصب شيل اس, اما بتكون ممتلئ الاس او بكون ممتلئ بكون بشكل جزئي وليس ممتلئ. زي ما انت شايف هنا بكون هنا ممتلئ مثلا, او بكون موجود في يعني هذه 1s1, هذه 2s1, 2s2 او 1s2 او هكذا. اذا هنا في اثنين في الاس بتلاقي بيحتوي على واحد الكترون, هنا الاس بيحتوي على اثنين الكترون, اذا هنا الاس ممتلئ. هنا البي بيحتوي على واحد الكترون لما يصل الى اللي هو خمس الكترونات.
برضو البارشري بيصب شل بارشري لانه بيمتلئش، لانه الامتلاء بيكون في العناصر النوبل جاز، اما في البروزاتيتف في البي بصب شل ما بيمتلئش. اذا في فرق، لازم تقول ذا ديستينجويش الكترونز ان ذيز اليمنتس بارشري اور كومبليتلي الموجودين في الاس صب شل. اما في البي حيكون بارشري فيلز في البي. بعض هذه العناصر هتلاقيه نون ميتلز، والبعض الاخر هتلاقيه ميتلز، بعضها هتلاقيه ميتلز زي اللي هنا زي ما انت شايف. هذه العناصر بتكون ميتلز، وهنا هتكون في منها اللي هو زي الكربون والنيتروجين والاكسجين والفلور والسيليكون والفوسفورس الى اخره، هذه هتلاقيها اللي هو نون ميتلز. اذا هنا تلاقي هذه العناصر ميتلز اللي هان، والعناصر الموجودة هان هتلاقيها اللي هو نون ميتلز. اذا هذه المجموعة بتتضمن الميتلز والنون ميتلز، تتضمن مين الميتلز وتتضمن النون ميتلز. طبعا هذه المجموعة بتتضمن اربع عناصر اساسية موجودين في جسم الانسان، وهي نون ميتلز زي الهيدروجين والاكسجين والكربون و النيتروجين. كلها طبعا هنلاقيها نون ميتاليك ريبريزنتيتيف اليمنتس، نون ميتاليك ريبريزنتيتيف اليمنتس. الترانزيشن اليمنتس، الترانزيشن اليمنتس اللي هي العناصر الانتقاليه، هي العناصر الموجوده في الدي صب شل، موجوده في الجدول الدوري، موجوده في الدي صب شل. وهذه العناصر زي ما انت شايف all the trans elements are metals، جميعها هتلاقيها فلزات. اكثر هذه الفلزات يعني موجود في الهيومن بادي اللي هو الايرون اللي هو الحديد، اكثر هذه الفلزات موجود اللي هو الحديد الموجود في جسم الانسان. بعدين الانر ترانزيشن اليمنتس موجود الانر في اللوكيتد ان ذا اف اريا of the periodic table، وموجودين في الاف صب شيل. وهذه العناصر بتلاقيها ايضا ميتلز. اذا عندي العناصر الان من ناحيه الميتلز والنون ميتلز، العناصر النوبل جازز هذه نون ميتلز، البريزنتيتيف اليمنتس في ميتلز وفي نون ميتلز، الترانزيشن اليمنتس والانر ترانزيشن اليمنتس كلها هنلاقيها عباره عن ميتلز، عبارة عن ميتلز. ولاحظ طبعا هو هذا التقسيم، التقسيم تاع البيريودك تيبل، الكترو اليمنت كلاسيفيكيشن سكيمز اند ذا بيريودك تيبل. هنا حط لنا ثلاث انواع من التقسيم، كلاسيفيكيشن يعني التقسيم وفقا للفيزيكال بروبرتيز، للفيزيكال بروبرتيز هي اول تقسيم اللي هو الميتلز والنون ميتلز، وطبعا جاب لك اللي هو الفرق ما بين الميتلز والنون ميتلز وين موجودين. طبعا كل المنطقة الانتر رمادية هذه كلها عبارة عن اللي هو الميتلز، والمنطقة هذه اللي هي الفاتحة هتلاقيها اللي هي نون ميتلز. هذا التقسيم الاول. اذا قسم الجدول الدوري وفقا للفيزيكال بروبرتيز للخواص الفيزيائيه. التقسيم الثاني وفقا للالكترون كونفيجريشن، الالكترونيك بروبرتيز، الكترونيك بروبرتيز. وعشان هيك تسمى قسمها الى اربعه، ريبريزنتيف اليمنتس، النوبل جازز اليمنتس، ترانزيشن اليمنتس، والان ترانزيشن اليمنتس. وقال لك انه الريبريزنتيف موجودين في الاس وموجودين في البي اريا، والنوبل موجودين في البي اريا، والترانزيشن موجودين في الدي، والانر موجودين في الاف اريا. وبين لك وين هذا ميتال ونون ميتال، هنا نون ميتلز، هنا اللي هو طبعا ميتال، وهنا ميتال العناصر. التقسيم الخاصة للجدول الدوري اللي هو with special names، باسماء خاصة، الالكالي ميتلز اللي هو مجموعة الاقلاء والموجودين في جروب رقم واحد، وطبعا كلها عبارة عن فلزات ما عدا الهيدروجين هو نون ميتال. الالكترون كونفيجريشن له في الاس 1، الالكالين ايرث ميتلز الجروب 2A 2B، وكلها طبعا موجودة في الاس 2.
الهالوجينز اللي مجموعة السابعة موجود برضو إلكترونيك فلوريشن موجود في البي 5، والنوبل جازز اللي هي المجموعة الثامنة أو المجموعة الخاملة إلكترونيك فلوريشن موجود في البي 6 ما عدا اللي هو الهيليوم اللي هو في الاس 2. هنا طبعا مقسم لك اياها وموضح لك اياها ال 1 اس وال1A وال2A وال7 وال8 والباقي المجموعات الموجودة في إذن هو قسم هذه المجموعات الأربعة وأعطاها أسماء خاصة. وإلى هنا ننتهي، وإلى اللقاء في محاضرة أخرى بمشيئة الله تعالى. فإذا الحين نترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه.